هذه وقفة أولية إنذارية واحتجاجية. كنشكر أيضا المتضامنين معنا اللي جاوا من جميع المواقع العمل. بالنسبة للوقفة ديال اليوم هي وقفة جات فواحد السياق اللي هو وطني وسياق اللي هو محلي اللي كيمتاز بمجموعة من الأمور. باختصار كبير المشكل اللي بسببه جات هذه الوقفة ديال هذا النهار هذا هو أنه الناس ديال هو أنه كاين مجموعة من المشاكل في مستشفى الأونكولوجيا وأمراض الدم. هذه المشاكل هذه هي مرتبطة بالأساس بمجموعة من النقاط، من بينها أنه كاين تم تغيير ديال المسار ديال 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 المرضى لواحد المؤسسة اللي كاينة حاليا اللي راه قريبة تفتتح الأشغال ديالها في مستشفى ابن طفيل بدون إشراك حتى مسؤولين هنايا في هذا المستشفى هذا، بدون إشراك حنا كنقابة أكثر تمثيلية هنايا بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، بدون معرفة حتى الحيثيات ديال هذا القرار هذا ما عرفنا حتى شي حاجة. هذه من نقطة. النقطة الأخرى هو أنه صاحبة هذا المشروع هذا عندها جوج ديال لي نوت سيرفيس، وحدة كاينة أنها هي رئيسة مصلحة في مستشفى ابن طفيل ومصلحة رئيسة مصلحة هنايا بمستشفى الأمراض الأنكولوجيا وأمراض الدم، وهذه مسألة اللي هي منافية للقانون. كذلك مسألة ثالثة اللي خص الناس يعرفوا ليها هو أنه كاين هنايا كاين في هذه المصلحة في هذا المستشفى كاينة واحد الخدمة ديال تجارب السريريه اللي كتكون على واحد المجموعه من المرضى اللي كتطلب واحد القوانين اللي هي خاصه، من بينها كنستعملوا على اساس انه باش كنعرفوا ردات الفعل ديال الجسم البشري تجاه مجموعه من الادويه اللي كيتناقش باش انه واش تستعمل مستقبلا ولا لا. هنا كنلقاو انه مجموعه من المشاكل انه كاينه واحد الفئه ديال الناس هنا اللي كيحاولوا انهم يحصروا هاد المسار هذا وما يخليو حتى شي واحد اللي يعرف مثلا شنو هي الشروط ديال هاد التجارب كي كدير كتمر، شنو هما الناس، واش هاد الناس واش فريمون واش في اخبارهم هاد التجارب اللي كتكون عليهم، واش هاد الناس هادو من ناحيه التعويضات الماديه اللي كيتقاضوها واش هي مواكبه لهاد التجارب، وهذا واش المركز ديالنا المركز الشفائي الجامعي على درايه وعلى علم بهاد الامور هذه كامله. هذه النقاط اللي كنطرحوها حنايا لحدود الساعه. كذلك تم توقيف تدريب ديال مجموعه من الاطباء المتدربين هنايا بالمستشفى، وجينا اليوم باش اننا كنستنكروا هذا الوضع هذا في هذه الوقفه هذه ديال 6 ماي في انتظار انه ان شاء الله 13 ماي في هذا الشهر هذا ان شاء الله غادي نديروا واحد الوقفه عاوتاني امام الاداره العامه المستشفى الجامعي. وشكرا.